اخبارك زين؟ صعب، الحمد لله. مرحبا بكم في هذا اللايف جميل. الله يخليك، بارك الله. وشكرا على هذيك اللي النصائح اللي كتعطي البنات بعدا، و الله يسهل عليك اخويا، الله يرحم الوالدين بعد المباراة. الله يحفظك اخويا، الله يكبر بيك. الله يحفظك. كاين عندكم شي اسئله؟ راه الدراري قال لك بغاو المفيد. بغيت بدا هنا ولا نسولك يبدا؟ انا واحد السؤال. سير تفضل اخويا. لا لا، تساولوا بعضياتكم. انا انا شوف، انا هي المنصه، انا هي نتفرج، انتوما تساولوا مع بعضياتكم. علاش حنا طالعينكم بجوج؟ لا حش، انا يلاه ديكوفريش هاد لو موند هذا، وباش غنسولك واحد السؤال خفيف ونعبط انا. مرحبا، كنضحك معاك، خد راحتك. لا عرفت انا، الا عرفت نجاوب. لا غير واحد القضيه، انا داير في لي زيتود ديالي دابا، داير انا اي بيزنس، ويلا بادي في العام الاول هذا، وبغيت نديريجا في لو موند ديال الان اف تي وداكشي. ما عرفتش واش نكمل في لي زيتود ديالي، ولا ندير فورماسيون ندخل في الان اف تي وداكشي. قريتك فين؟ اش من عام عندك؟ انا في بروميير اني دابا في الاي بيزنس. كمل، راه مزيان. وقرا في نفس الوقت، راه ماشي راه اي حاجه اوتو فورماس، يعني اي حاجه تقدر تقراها بوحدك. الا لقيتي انك دير شي فورماسيون في الكريبتو، هذا غتكون احسن انك تاخد فيها شي ديبلوم، حيت العالم كيخدم بالديبلومات. دونك غتنفعك الا بغيتي تدخل شي شركه وتزيد تمتريزي الامور اكثر. ما لقيتيش ديرها غير كفورماسيون. المهم، اهم حاجه هو انك تقرا وما تسمحش بالدراسه ديالك، يعني تقول لا غادي نخرج ونمشي ندير فول تايم. هادشي هادلك ما ديرش داك الغالي، اوكي صافي. قرا في قرايتك، الله يسهل عليك، من امورك، ما تزربش على رزقك، تعلم لو ماكسيموم. كنقولها وكنعاودها، راه ما غاديش نقنعك انا بمليون دولار ولا شي حاجه. تعلم لو ماكسيموم و فهمتي، ورزاق الله، راه نهار غيبغي لك الله رزقك راه غيجي حتى لعندك ان شاء الله. ان شاء الله هذاك الشيء. وشكرا عاوتاني مره اخرى. اسمح، فشنو كتخدم في الانترنت؟ شي حاجه يعني فيتخدم الشهر؟ انا يلا بديت سميتو في القرايه، ما باقي ما دخلش كرييت شي ويب ولا شي حاجه، بديت كنبيع في سميتو. اوكي باقي. ما عمرك ما خدمتي شي حاجه؟ عمرك ما دخلتي الدولار الاول ديالك؟ لا باقي كاع باقي والو. اوكي، المهم الى قدرتي غتدخل عندي السيت قاسميونز.com/ar الجهه العربيه، غتلقى واحد الفيديوهات، غتلقى واحد الفيديو كيفاش تبدا العمل في الانترنت. المهم هادو نصيحه هي من عندي، سواء بغيتيهم ديرهم ولا بغيتي ديرهم. كيف تبدا العمل في الانترنت؟ شوفها، غتشوف واحد الفيديوهات نتاع ويب مورنين كيف درتهم، شوف واحد الفيديو ديال كتاب قريته غير باش تاخذ فكره على الشيء اللي كاين. الا بغيتي تتعلم تقاد دي سيت اللي غيخدموا عليك على المستقبل، حاول تشوف واحد الفيديو، واحد اللايف مع ثينك 101، كتب غير قاسمي ثينك 101، راه غيطلع لك واحد اللايف حتى هو مزيان، كندوي فيه من قلبي. دونك حاول انك تشوفهم. غتاخذ لك واحد جوج سيمانات ولا شي حاجه، ولكن دماغك كيتفتح مزيان. فهمتي، نصيحه اخويه زين. اوكي، حتى انا دابا اللي لاحظت في القناه اللي كنديروا دابا، ما كيقارنوش داكشي اللي كنسمعوا حنا في السوشيال ميديا، فهمتي؟ بطبيعه الحال، كي مثلا حيت انايا كنقرا هنا في بلجيكا، دايرين لنا مثلا في لانفورماتيك جينيرال، كيقراوك في العام الاتي غير العام الاول كونسيبسيون ويب، كيقراوك لا تيكست مع بحال واحد الوورد وداكشي، ما بحال ما شفتش داكشي اللي كنشوف في السوشيال ميديا. داكشي اللي فهمتك. اوكي، كيف ما قلت لك، انا ما عرفت صراحه بالضبط فين كتقرا ولا. انا قلت لك الا كنتي الا كتجيك القرايه سهله وكيجيك داكشي ساهل، عمرو بشي حاجه اخرى، فهمتي؟ نعم، عمرو بشي، يعني وقتك يعمر، ماشي تقول الا كنقرا ونمشي ندور مع صحابي، نمشي ندير. ديما الصغر ديالك استغل تعلم قدر الامكان. عندك الوقت كتجيك القرايه سهله، ماشي تجي تقول لي واه ما كيقرونا والو، واش سهله ولا ما سهلاش. الا دخلت انت شي مدرسه وكتعلم وبريم وحسيتي ما كيعلموك والو، جاك داكشي ساهل، الا جاك ساهل حاول تميتريزي قبل من الاستاذ. ساعه كافيك في النهار باش تميتريزي امور، يعني راه مازال شيطان في واحد 5 سوايع في النهار، ولا نقولوا كاع انت كترجع للدار مع 6 ولا شي حاجه، تجلس ترتاح واحد السويعه لقرايتك، ودير واحد 3 سوايع تعلم ليك داكشي اللي بغيتي انت في الويب. تعلم قدر الامكان، هادشي راه نصيحه ديالي، راه قبل ما يتفقوش معايا الشباب، هذه نصيحه ديالي انايا. إذا كتظن راسك كتجيك القراية سهلة، حاول تبين بأنها سهلة، تتوصل لذاك النيفو أن القراية ديالك تكون كتدار في سيمانة، يعني يعني تكون الويكاند تقرا أنت يعني لي كورس كامل، اللي غيجوز يعني طول الأسبوع، لحد
تلقى قاري والسيمانه ديالك تبقى لك كامله. داكشي اللي كنت كندير انا فواحد ديكو صراحه كنقرا الحد كنلقاني فاهم كلشي وقتي كامل كنت كنديرو غير يلاه كنحتاسي بادي في الويب داك الوقت مع ادريس ويب. دونك المهم حاول بعدا دير هادشي اللي قلت لك الا به لك تحدي مع راساتك اوكي راه لو سيت راه معروف تلقاه في البروفايل عندي. دخل الجاليه العربيه كاع داكشي اللي بان لك تما بانت لك شي ليام شاهد المزيد دخل انت بقى يشوف شوف كلشي لو ماكسيم اوكي صافي واخا الله يرحمك اوكي. وبغيتي تعلم شويه التكنيكاليتي كيفاش تانستالي سيت وداكشي غتلقى واحد لي كورس ديالي تما راه فري غتكليكي على اي كورس غتكليكي على جيف ذيس كورس غيطلعوا لك الفيديوهات واخا هما بلونجلي ولكن لونجلي ديالي ديال الهنود راه ساهله دونك راه غادي تجيك ساهله غير باش تعلم مثلا كيفاش تشري دومين كيفاش تلينكي مع سيت وداكشي اوكي. الله يرحمك الوالدين الله يحفظك يا انا نشوف واحد انا نشوف تيموتي يلاه تهلا لي فراسك. السلام عليكم. السلام عليكم. سيموليك سبير ضروري سيموليك سبير انت الاولى خويا.